الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أحسن الله إليكم، ما حكم الاحتفال بذكرى الزواج مرة واحدة في العمر؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن ما كان حراما فإنه مبني على الدوام والتكرار والاستمرار، فالنهي يقتضي الدوام ويقتضي الاستمرار ويقتضي التكرار، فما حرمه الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز للمسلم أن يرتكبه ولا مرة واحدة. فالله عز وجل حرم علينا شرب الخمر فيكون حراما في حياتنا كلها، وكذلك حرم علينا السرقة فتكون حراما في حياتنا كلها، وكذلك حرم علينا عقوق الوالدين فتكون حراما في حياتنا كلها، وهكذا سائر ما حرم الله عز وجل علينا التحريم المطلق فإنه يبقى محرما في كل لحظات حياتنا، لا يجوز للإنسان أن يقترفه مرة واحدة بحجة أنه لن يعود إليه مرة أخرى. فما كان حراما فهو لا يزال، فما كان حراما على وجه العموم والإطلاق فإنه يقتضي الدوام، أي دوام التحريم ودوام الترك. لا يجوز للمسلم أن يقترف شيئا مما حرمه الله عز وجل عليه بحجة أنه إنما يقترفه في حياته مرة واحدة. وبما أننا قلنا بأن الاحتفالات بذكرى الزواج ليست من السنة في صدر ولا ورد، وأنها من جملة المحدثات القبيحة ومن جملة البدع المستنكرة التي تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وتحت قوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، وتحت قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، وتحت قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فبما أننا صنفنا الاحتفال بذكرى الزواج من جملة البدع فتكون حراما في كل حياة الإنسان، لا يجوز للإنسان أن يقترف منها شيئا من ذلك ولا مرة واحدة في عمره، تعبدا لله عز وجل وامتثالا لما نهاه الله عز وجل عنه. فلا يجوز للزوجين أن يحتفلا بذكرى زواجهما لا مرة ولا مرتين ولا أقل ولا أكثر، حيث قلنا بأنه منهي عنه وأنه من جملة البدع والمحدثات في الدين. وليحتسب الزوجان ترك ذلك لله عز وجل، وليغلب شهوة نفسيهما بترك ذلك تعبدا لله عز وجل وامتثالا لنهي الشارع عنه. فالاحتفال بذكرى الزواج من البدع، وما كان بدعة فلا يجوز للإنسان أن يقترفه ولا مرة واحدة في عمره، والله أعلم.